السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نكمل المحاضرات اللي تخص الـ Thread Management، وطبعا بالمحاضرة السابقة أخذنا الـ Synchronize Keyword واللي هي نستخدمها راح توفر لي الـ Synchronization بين الثريدات، وهذا الشيء راح يساعدني على توفير شيئين أساسية بالتعامل مع الثريدات اللي هي الثريد interference راح منعه بحيث ما يتداخل أي ثريد مع الآخر بعملية التنفيذ، بالإضافة إلى الميموري consistency إنه أنا بدي أسيطر على الميموري من حدوث أخطاء عند التنفيذ. بالمحاضرة السابقة أخذنا synchronization لكن طبقناه على الثريد الوحدة اللي دا يتعامل وياها أكثر من ثريد. اليوم إن شاء الله راح نتطرق إلى synchronization لكن ما رح نتعامل مع بلوك كامل، فإن شاء الله رح نبلش بالمحاضرة. synchronize the block. synchronize the block إذا أنا أريد أسوي synchronize the block شنو معناه؟ المعنى الأساسي synchronize the block هو شيء مشابه إلى استخدامنا السابق اللي استخدمناه هو synchronize method، من إحنا سوينا synchronize قبل الميثود أو قبل الأوبجكت اللي إحنا نريد نشاركه بين أكثر من ثريد. زين شلون أنا عندي جزء من برنامج، مثلا عندي أنا هسه برنامج مكون من 50 سطر، هذه ال50 سطر احتمال أني بس 5 أسطر أو 10 أسطر من هذه الميثود أني أحتاجها حتى أشاركها بين عدد من الثريدات. فمجرد ما أكتب أني كلمة synchronized قبل هذا البلوك وحصره بين أقواس، هذا راح يكون synchronized، راح أتعامل وياه مثل ما كنت أتعامل ويا الميثود من سويت لها synchronization أو الأوبجكت من سويت لها synchronization. زين، أكو نقطتين أساسية لازم أتذكرها أو أخليها ببالي من أتعامل ويا synchronized block. synchronized block يستخدم لوقف المال الأوبجكت من لوك يقفل الأوبجكت for any shared resources، يعني معناها إنه أنا دا أسوي قفل هذا الأوبجكت أو هاي الأسطر اللي أنا سويتها من أي شيء مشترك بين أكثر من ثريد راح ما يقدر يوصل له إلا يتعامل ويا synchronization. scope of synchronized block اسم smaller than the method. ليش؟ لأن إحنا حددنا عدد من الأسطر، أو يعني تكون مثلا الحجم مالتها مال هذا الكود يكون أقل من الميثود، فلهذا السكوب مالته يكون smaller than the method. شنو السينتكس مالته؟ شلون أكتب synchronized block؟ مجرد إنه أني أخلي synchronized الكيورد مالتنا، مجرد إنه أخليها هنا مثل ما ذكرنا، يعني أذكر كلمة synchronized لأن إحنا قبل بالتعريف مال الميثود همين إحنا استخدمناها بأن كتبناها قبل الأوبجكت أو قبل الميثود اللي إحنا نريد نسوي له synchronization. طيب زين، هنا شنو؟ هنا أكتب الأوبجكت اللي أنا أريد أشير له، مثلا إنه أنا هذا الأوبجكت أريد أشير له، فمجرد أكتب هنا this حتى أكد على مكان تواجد الأوبجكت اللي أنا راح أسوي له reference للإكسبريشن. زين، قلنا نفتح قوس نكتب الكود مالتنا اللي احنا نريد نسوي له synchronization من اكثر من ثريد، وهنا شنو؟ نسد القوس. هسه هذا البلوك صار synchronized بين اكثر من ثريد وسيطرت على الوصول مالته. الان راح نتطرق الى نفس المثال السابق اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة، لكن راح نتعامل وياه على اساس شنو؟ على اساس انه انا دا اسوي له synchronized block مو synchronized method ولا synchronized variable. زين، شو راح نشتغله؟ اول شيء خلينا نراجع شنو الكود مالتنا. الكود مالتنا هو عبارة عن انه انا عندي كلاس شنو اسمه table. هذا الكلاس داخله void print table. عندي فد ميثود اسمه شنو؟ print table. شنو المدخل مالتها؟ المدخل مالتها هو رقم صحيح اللي هو n. شنو المخرج مالتها؟ المخرج مالتها هو void، يعني انا عرفت void يعني ما راح يستوجب اي قيمه منها. زين، هسه نجي هسه نتطرق الى synchronize. اول شيء خلينا نشوف شنو الشغل مالتنا، نراجعه. الشغل مالتنا هو loop راح يجي من الواحد ينتهي وين؟ ينتهي من يكون الرقم أكبر من 5. ليش؟ لأن الشرط مالتنا أصغر أو يساوي. زين، كل مرة قد يزود، كل مرة يزود 1.
نجي هسه، شنو الشغل اللي بداخل اللوب؟ أول شيء راح يسوي لي راح يطبع، بس شو يطبع؟ يطبع الام اللي هو القيمة اللي أنا دخلتها، يعني عبرتها للمثود اللي هي شنو اسمها؟ اسمها برنت تيبل. والاي اللي هو العداد، يعني اول قيمه شو راح تكون 5، ثاني قيمه شو راح تكون 10. ليش؟ لان 1 في 5 2 في 5 3 في 5 وهكذا. زين بعد ما راح يطبع شو راح يسوي؟ راح ينتظر 400 ملي سكند. ايش قلنا؟ قلنا انه احنا نريد نشوف شلون ينفذ الشغل مالتنا، فمن راح اخر 400 ملي سكند حتى تشوفون الطباعه مالتنا بالتسلسل. زين في حاله حدوث خطا تنفيذ هذا الإيعاز، وإحنا قلنا هذا الإيعاز المفروض ما بيه خطأ، لكن في حالة حدوث خطأ بيه سوينا كاتش ووجد لي نوع الخطأ وطبع لي نوع الخطأ اللي هو شنو إيه، حتى أعرف شنو المشكلة اللي صارت عندك. بعدين وراها سوينا and المن للمثود. زين نجي هسه أريد أشوف شنو أني synchronized، شلون استخدمتها. إيش قلنا؟ قلنا حددنا هذا البلوك اللي إحنا نريد نسوي له سينكرونايز. أنا أريد أحصله بين أقواس، فراح أسوي له قوس بداية، راح أسوي له قوس نهاية. حصلته بأقواس. زين شنو لازم أخليه قبله؟ لازم أخليه قبله كلمة سينكرونايز. زين شنو الرفرنس مالتنا؟ الرفرنس مالتنا هو ذس. ليش؟ لأن أنا بهذا المقطع دا أريد أسوي له سينكرونايزيشن. زين نجي هسه وراها راح نعرف فقمة ثريد اسمه شنو؟ ماي ثريد 1. شلون قلنا؟ ليش قلنا ثريد؟ لأن سوينا الاكستنت من كلاس شنو اسمه؟ اسمه ثريد. فلهذا هذا الكلاس راح يكون هو ثريد بالنسبة للبرنامج. عرفنا اوبجكت اسمه تي من نوع شنو؟ من نوع تيبل. بعدين ايش قلنا له؟ قلنا له ماي ثريد 1 عبر لنا التيبل. اوكي؟ يعني هذا شنو؟ هذا constructor. شلون عرفت constructor؟ لأن يحمل نفس اسم الكلاس، يحمل نفس اسم الكلاس. زين خليت الconstructor ما راح يكون الconstructor default، يعني الأقواس ما راح تكون هنا فارغة، وإنما خليت له مدخل اللي هو شنو؟ اللي هو table t. بعدين ايش قلت له؟ this dot t خليه لل t اللي أنا عبرت لك إياه. زين this dot t هو شنو؟ يعني معناها التيبل مال هذا الثريد راح ياخذ ال t اللي انا عبرت له اياه، التيبل اللي انا عبرت له اياه. تمام. زين هسه شو راح يصير عندنا؟ راح نشوف شنو. احنا قلنا كل ثريد لازم بي اكو ميثود رئيسيه، شلون void main الموجوده بكل برنامج عندنا، نفس void main هنا راح يسميه شنو؟ يسميه run. فهنا أنا أول ما يجي يتنفذ الثريد 1 راح يروح لران. نجي هنا شنو هو التنفيذ مالتنا؟ مجرد تي دوت بوينت تيبل شنو هو 5، يعني راح يروح لمن؟ راح يروح لهذا الكلاس، يروح للمثود مالتنا اللي هي شنو هي اسمها؟ اسمها بوينت تيبل، يعبر له شنو؟ يعبر له رقم 5. زين هسه شو راح نشوف؟ هسه راح نشوف انه انا عرفت ماي ثريد 2، همين سويت له اكستنس ثريد، همين عرفت له اوبجكت اسمه تي من نوع تيبل، همين قلت له انه سوي لي كونستركتر وعبر لي التي اللي انا عبرت لك اياه، وعرف التيبل مال هذا الثريد بالتيبل اللي انا عبرت لك اياه. زين وبعدين استدعيت الرام اللي احنا قلنا هي اساس كل ثريد، استدعيت الرام وش خليت لها؟ عبرت لها رقم 100. يعني هنا أنا هسه مجرد انه أنا راح يروح ينفذ البرنت تيبل برقم 100، يعني عبرت للتيبل مالتي للميثود اللي بداخل الكلاس اللي اسمه تيبل، عبرت له رقم 100. قبل شوي عبرت له 5 بالثريد الاول، هسه عبرت له رقم 100. زين المين مالتنا شو راح يكون بيها؟ راح يكون بيها عبارة عن اوبجكت أنا عرفته من نوع تيبل، وراح يكون تي 1 وتي 2 معرفات من منو؟ من الثريدات اللي هي شنو هي؟ ماي ثريد 1 وماي ثريد 2. وبعدين اقول له تي 1 دوت ستارت وتي دوت تي دوت 2 دوت ستارت. سوري طبعا احنا ما راح نبدي ننفذ الثريد مالتنا قلنا الا عن طريق وصول شنو؟ اكتب اسم الاوبجكت دوت اسم العمليه اللي انا اريدها، يعني دوت ستارت
دوت سليب دوت ستوب او وات ايفر يو وونت، لازم اني اكتب دوت الشيء اللي اني اريده. طريقه الوصول هي دوت الشيء اللي احنا نريده. زين هسه نجي شنو الاوتبوت مالتنا مال هذا البرنامج؟ راح يكون نفس الاوتبوت مالتنا من استخدمنا السينكرونايزيشن. مثل ما راح تشوفون التسلسل مالتنا 5 في 1 5 في 2 5 في 3 5 في 4 5 في 6 5 في 1 5 في 2 5 في 3 5 في 4 20 5 في 5 اللي هو 25. زين نجي على هذا الجزء، الجزء هذا شنو يخص؟ يخص ثريد 2. يعني أنا هسه كملت من ثريد 1، هسه شو بلشت؟ بثريد 2. زين هسه ثريد 2 100 في 1 100 في 2 100 في 3 100 في 4 100 في 5. لهنا أنا كملت التنفيذ، ما عندي أي إشكال، وكأنه أنا نفذت السينكرونايزيشن مالتي العادي. الآن رح نتعرف على مصطلح جديد اللي هو شنو اسمه؟ اسمه static synchronization. خلينا نفرض انه احنا عندنا two objects، مسمات object 1 و object 2 على التوالي. هذه الاوبجكتات رح تكون شنو؟ تتعامل ويا shared class اللي هو شنو اسمه؟ اسمه table. شو راح يكون بكل اوبجكت من عندهم؟ راح يتعامل ويا عدد من الثريدات اللي هو مثلا راح يكون تي 1 وتي 2 للاوبجكت الاول، تي 1 وتي 2 وتي 3 وتي 4 المن للاوبجكت الثاني. زين انا في حاله استخدمت اللوك السنجل لوك اللي هو راح اتعامل ويا مثل ما انا تعاملت بالامثله السابقه، شو راح يوفر لي؟ راح يوفر لي ما راح يكون تداخل بين تي 1 وتي 2، ولا راح يكون اكو تداخل بين تي 3 وبين تي 4. ليش؟ لان انا استخدمت اللوك اللي هو يخص الاوبجكت. زين انا شنو عندي؟ انا عندي شيرد كلاس، يعني معناها ما راح اقدر اسيطر انه راح يكون تداخل بين تي 1 وتي 3 وتي 2 احتمال ايضا يتداخل ويا من؟ ويا تي 4. ليش؟ لان عندي اني سنجل لوك اللي هو راح يكون على كومون اوبجكت، لكن ما راح يسيطر على الأشياء اللي تابعة كل واحد إلى أوبجكت آخر. يعني معناها كل أوبجكت إلى لوك خاص بي، يعني إلى قفل خاص بي. فأني من أكون أنتمي إلى غير أوبجكت، صعب إنه اللوك الثاني أعرفه هو مقفل له مفتوح للأوبجكت الآخر. فلهذا ظهرت الحاجة لمن؟ إلى الستاتيك سينكرونايزيشن. الستاتيك سينكرونايزيشن، الستاتيك سينكرونايزد هي ما تتعامل ويا ميثود، وانما ما تتعامل ويا اوبجكت، يعني ما تفرض هي اللوك على اوبجكت، وانما تفرض اللوك على كلاس. يعني خليها ببالنا انه ستاتيك ميثود سينكرونايزيشن ايش راح تسوي لي؟ راح تسوي لي لوك على الكلاس وليس على الاوبجكت. ان شاء الله راح ناخذ مثال يشرح لي هذا الموضوع وشلون راح يصير التعامل وشلون راح يكون التنفيذ بالمحاضرة القادمة، لكن أريدكم تبحثون عن هذا الموضوع حتى تكون عندكم معلومات من الشرحه، ما راح يكون غريب عليكم. طبعا أي سؤال أي استفسار احنا موجودين على كلاس روم، أي شيء تحتاجوه إن شاء الله تكون المادة واضحة، وإن شاء الله التطبيق مالتكم ما راح تواجهون بأي مشكلة. شكرا جزيلا.